كلام السيد الاستاذ حين استمعت الى تدخل السيد البوز ساغير الموضوع كي لا اعيد ما تاني وساحاول ان اقدم عقد حول الصحافه الالكترونيه وقانون الصحافه والنشر الجديد باعتبار اني امارس هذا البلاد واعرف مجموعه من المعطيات حول هذا المجال. اولا يمكن ان اؤكد ان كل مقاربه لمفهوم الحريه او القوانين المؤثره للصحافه المغرب سواء الصحافه السمعيه او البصريه او القرؤه او الخروجه لا يمكن ان تكون ناجعه الا اذا وضعناها في السياق. السياق الوطني والدولي. فالقانون او المدونه التي تكلم عليها الزميل سيد البوز يجب ان نضعها في السياق لا على مستوى المعاقبات والعقوبات لا على مستوى التمويل لا على مستوى الاستثناء او على مستوى باقي الجوانب. اولا يجب ان نشير هنا ان الانتقاد الديمقراطي لعقد المغرب فرز اشياء مهمه في مقدمتها إن هي ما نسميه بالوسائط التقليدية كتاب النقابات والجامعة والنقابات خط بعيد شديد والإعلام في الوسائط التقليدية هذا الإعلام المستقل مكتوب غيتراجع غيتخرج على حساب المسلمين للإعلام الإلكتروني أو الصحافة الإلكترونية أو الإعلام الرقمي لأنه في واحد الفوضى في وصف هذا الإعلام ويمكن أن نقول أن الآن من ناحية المفاهيمية أن المفهوم الآن أصبح تقريبا مقارنا بالقوسين لأبدو كتاب الأبيض هو الصحافة الإلكترونية ليس الإعلام الرقمي أو الصحافة الرقمية. القانون الذي جاء ومرتبط بالصحافة والنشر خصص بابا مهما للصحافه الالكترونيه وخصص ايضا اربعه مواد لا في الاول ولا في وسط القانون بمعنى ان حضور الذي خصه القانون تقريبا بين 25 و 70% من المواد المخصصة لقانون الصحافة الإلكترونية. مما يعني هذا الأهمية لحساب الدولة المغربية وأيضا الفاعل والمشرع لهذا الإعلام لأنه إعلام جاري سواء أردنا أو لا نريد. وكل المؤشرات تؤكد أن المجتمعات التي نعيشها الآن هي المجتمعات للمعرفة والإعلام وليس مجتمعات الاقتصاد والتكنولوجيا. اذا فمستقبل الدول الان ترتبط بمدى قوه او ضعف اعلامها. واعتقد ان الاعلام لم يعد سلطه رابعه بل اصبح هو سلطه السلطه للقوه دي القوه وخصوصا سلطه السلطه. اذا الحديث عن القانون الصحافة والنشر وعلاقة بالصحافة الإلكترونية أقول بعد مراحلة أساسية ما قاله السحمل على الصحافة المطبوعة الورقية تقريبا هي نفس الإشكاليات والتحديات التي ستمر بها الصحافة الإلكترونية منذ التأسيس إلى الدعم إلى الوصول إلى المعلومة إلى الوصول على إما التصريح او الوصل الايذاع كل المحطات اللي مرت فيها الصحافه الورقيه لا يمر منها المر من الصحافه الالكترونيه. اولا الصحافه الالكترونيه اليوم حسب الاحصاءات من 2019 تقريبا 90% يستعملونها
60% لهم حواسيب. 60% عندهم حواسيب. المعدل السنوي ديال الإضافة ديال الهواتف 13% من مهارة الذكاء. بالنسبة للحواسيب 7%. الناس اللي تدخل يوميا العالم الأزرق الإنترنت 72%. 63 رجال و37 نساء. مما يعني هذا أن لو تسمع الرأي العام لتوجه الرأي العام ليس كالوسائل التقليدية بل الصحافة الإلكترونية. علاش قلت في أول أن لما في السياق ديال القوانين المدونة مثل السحر وهي القوانين الثلاثة المعروفة القانون 13/82 المتعلق بالصحافة والنشر اللي فيه تقريبا 126 مادة، القانون 13/89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في 1 مادة، ثم القانون 13/90 القاضي لإحداث المجلس الوطني للصحافة اللي فيه تكون 56 مادة. الآن نلاحظ أن لماذا الدولة كانت مرغمة أن تدرج يعني قانون الصحافة الإلكترونية في قانون الصحافة الوطنية. هناك أسباب متعددة. أولا في المجال الصحافة الإلكترونية يتجاوز بكثير مفهوم الحرية في الصحف. مفهوم الحرية إذا الصحافة تكتب مش هو مفهوم الحرية عن الصحفي اللي كيخدم في الصحافة الإلكترونية. ثانيا أن الآليات اللي تشتغل بها الصحف الإلكترونية تتجاوز سلطة الدولة على مستوى الرقابة. ليس هناك الآن دولة قادرة أن تراقب بالطريقة مفهوم الرقابة التقليدية الصحف الإلكترونية. ثالثا الدولة كانت مرهنة على إيجاد قانون يضبط يقنن الصحافة الإلكترونية لأنها أصبحت أولا تمثل واقعا موضوعيا. هذا الواقع الموضوعي فيه اختلالات كبيرة ومتعددة، فيه فوضى، فيه تزايد، وأصبح يركز على شيئين من أجل الإحصاءات التي قمت بها. تقريبا أن الجل تقريبا هذا رسميا لأن الإحصاءات غير هناك من يقول 1700 جريدة إلكترونية، هناك يقول لك 3000. الغريب أن الصحف اللي تكلم عن السياحة ما تمكنهاش، لأن القانون يتكلم عن الملائمة وليس عن التقليد. بمعنى أن الصحف الإلكترونية اللي عندها الآن ما نسميه بالقانون الملائمة اللي خرجت من النظام التقليدي وطبقت هذا النظام الجديد تقريبا هي حسب الصوت هي يصبح اليوم نحن الآن في المجلس المسؤول أعطاني أن الصحف اللي عندها قانون الملائمة وتشتغل بطرق قانونية هي 326 يعني في يوم. من هنا شهر 3 من شهر دخول ديسمبر تقريبا 1470 جريدة ستغلق نهائيا. وهنا لما يقصروا سيخضعون للقانون الجنائي والمتابعة. لماذا؟ لأن القانون والشرع أعطاهم مدة عام للملاحقة. يمكن السي أحمد المختار على نسبيا ماشي قضية الملائمة من ناحية الدعم المالي، لا، الملائمة هو أن تؤسس جريدة إلكترونية وفق قانون ضابط لا يتعلق الدعم المالي هو جزء من هذا القانون. الدعم شيء والتأسيس شيء آخر. هنا أيضا سنعيد مشكلة التأسيس. أيضا المشرع كان قاسيا وكان صارما مع تأسيس الصحافة الإلكترونية. لماذا؟ أولا ما عندناش اليوم إحصاءات رسمية
أو رقمية لمن يستخدم في هذا المجال، لأنه مجال جاف. ثانيا أن المضمون والشكل الصحف الإلكترونية أحيانا يكتب بلغة ما دارجة ما فصحى وتمس الذوق العام. هذا جرائد بشكل عام لا يمكن تقرأ الدم تمارس. إذا كان القانون ماشي جاش ماشي دعم عن الحق الطرق أم لا، فالدعم عن الحق الدعم، ولكن التأسيس من أهم المواد اللي فعلا لأثار النقاش حول القانون الصحافة والمدرعة عرفت المسألة، هي القوانين المواد اللي فيها نقاش حول قانون الصحافة الإلكترونية واش واجه باش يقنن هذه الصحافة أم جي قيدها. هناك خلافات في المقاربات ومن حسب الزوايا. أولا هناك من يرى في أن تقول أن القانون جرس يوضع حد لهذا النوع من الصحافة واللي خاضع لمصادر القانون. هناك من يقول العكس أنه جاء الشرقيين. الناس اللي دافعوا على هذا السلف الأول تقول لك خصنا هذا الشيء نقنوا لكي لا يصبح فوضى. وخصوا معايا لأن التحديات لأن في عقارات الصحافة المكتوبة هي نفسها تعرفها الصحافة الإلكترونية مع إضافة تحديات جديدة لا تعرفها الصحافة المكتوبة على مستوى التكنولوجي والرقابة. أول شيء في الصحافة الإلكترونية على مستوى التأسيس وفرضه في المادة في جزء المواد شرطين، يعني ثلاث مواد مش صعيبة. الأولى هو على مدير النشر أن يكون حاصلا على الإجازة، هذا شرط. إحنا دابا واحد الدراسة حول بعد أنا لقيت أول هناك مجموعة من المواقع الإلكترونية ما عندناش مدير نشر، ما عندناش عند رئيس التحرير ما عندناش مدير نشر، وهذا الشيء هو تحايل على القانون لأنه لا مدير نشر خصك مجموعة من الشهور يكون حاصل على الإجازة. ونسبة كبيرة من الناس اللي في الجزائر أو الصحف الإلكترونية ما عندهمش هاد إجازة. ثانيا وهذه نقطة أساسية، مدير النشر عليه أيضا أن يكون حاصلا على البطاقة المهنية لسنة 2018. هذه القضية ديال الحصول على البطاقة المهنية، ملاحظون هي المصطلح المهنية، خلق مشكل بالنسبة للناس اللي بغاو يخدموا أو الناس اللي بغاو يعلموا. هذه أنا مثلا في الجزائر الإلكترونية بغيت مدير النشر. مدير النشر يطلب لك واحد الثمن حيت عارف أن الحكم الشرعي أو القانون يعني اللي غيتابع هو مدير النشر أكثر من باقي الآخرين. إذا تقول أنا الثمن بغيت نختار شيء يوقع لي شحال، إذا طلع لي الثمن بغيت نطلب واحد الثمن أكثر من أستاذ جامعي في فئة دال، أنا قلت من أولاد جيد. الأستاذ الجامعي كاين على فئة دال مدير النشر يطلبك هذا الدال، أقل ما يطلبك أنا شخصيا خلال مجموعة من الناس أقل 18 إلى 37 إلى 27 ألف درهم، أنا مدير النشر وعندي مهام ولو ما عنديش حاجة ما تعرفش. علاش؟ لأنه أنت عارف لما عندكش مدير النشر أول من ناحية القانونية ما تكونش عندك القضية ديال الكتاب القانوني، ما تكونش عندك الكتاب، ما تكونش عندك الترخيص ديال التصوير اللي غيعطيك الناقص السينمائي، ما يكونش عندك مجموعة ديال الأشياء. الشرط الثاني هو أيضا أساسي وهو كما كنستعملوا النقطة الأساسية هي على 5% يقولوا هادو رسميين و سون ديكلاري. كان ربعة صحفيين يكونوا رسميين هو الحق، وكاين التقني لما دار ربعة ما تصعيب باش أيضا. إذا هذا المشكل تيكون كاين مشكل آخر الإشهار. إذا مشكل الإشهار دعم من ناحية القانون اللي عنده ملف جاهز عنده إذا فئة دعم. الفئة الأولى هي الصحف اللي معروفة الإلكترونية معروفة. الفئة الثانية
الأمس والدعم يأخذ من دون الدعم بعد أن الدنيا تكون أجل بذيس دون في هذه القضية كان القانون فعلا وضع واحد الخيوط صعيبة شوية أمام لبيع السس السحيطة الإلكترونية كان واحد المشكل آخر اللي أنا بديتها في أشلال شكون خصو يصرف المشكلة اللي خصها تجيب مدير النصب بتاع البطاقة صحفي مهنية والصحفية تكون البطاقة صحفية هذه تقول لا أنا مكونة جديدة خصني نأسس بعدا أسس الأسس الجديدة ونشوف في الإشارة عاد ندير عاد نقدر نجيب لك الطلب ديال الوظائف تقول لي مثلا جبت ديال مدير النصب ديال بلاسيدي الجريدة اليمينية هي نصب الجيل اليمني جاهز يعني متكامل اي بطاقه يعني اي ورقه فيها او وثيقه ما نحتاجش ترخيص كاين ايضا مشكل اخر اللي يمكن اللي تعتبر مشكل ديال الصحافه الالكترونيه وهو سمعت تحديات داخل الصحافه الورقيه عندها تراكمات الناس الصحفيين المهنيين عندهم المشكل الاول التحدي الاول للصحافه الالكترونيه هو التحدي اولا الاخلاق هل يمكن للصحافه الالكترونيه ان تحترم الاخلاقيات ديال الصحافه الالكترونيه التحدي الثاني هو اذا المهني يعني باش نلقى ان الصحافه الالكترونيه عندها باش تخدم من
وراءنا، فأشكر على هذه المداخلة وربي الكريم على الأستاذ جواد نوحي الذي تحدث حول الانتقاء القانوني لحريات مقاصد المغرب من خلال الحق في الرياض. شكرا.